بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج هنا العاصمة. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي 2019. هذا الملتقى الذي يعقد في مدينة أسوان على مدار 3 أيام. أدان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية هذا الملتقى الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا بالأمس وأودى بحياة 51 شخصا. السيد الرئيس قال في افتتاح الملتقى بحضور عدد من القادة العرب والأفارقة وبمشاركة أكثر من 1500 شاب إفريقي وعربي، بدأ الحديث بالقول: نقول من هنا من أسوان ومصر وأفريقيا، نحن نقاوم ونرفض كل عمل إرهابي جبان ضد الإنسانية. ووصل الرئيس الكلمة وقال: للأسف كان نصيب منطقتنا العربية والقارة الإفريقية من هذه الصراعات والتدمير النصيب الأكبر بلا منازع، وأصبحنا نسكن إقليما أرهقته صراعات الحاضر التي تكاد تعصف بمستقبله وتمحو ماضيه أيضا. وقال الرئيس إن مواجهة التحديات المعاصرة التي تسعى لإعلاء النعرات الطائفية والأيديولوجية دفعتنا لعمل مؤتمرات الشباب من أجل خلق مساحة للتحاور وللنقاش المعاصر ومن أجل التعرف على مشاكلهم بشكل حضري. تابع الرئيس في الكلمة: لقد وضعنا في مصر شبابنا على أولية الفئات التي تحظى باهتمام ورعاية من أجل مستقبل بلا صراع، ونجحنا في خلق مساحة مشتركة نجتمع فيها جميعا وندير فيها الاختلاف بشكل حضري ونحقق التواصل الفعال والمستقر فيما بيننا جميعا. ونجحت المؤتمرات الوطنية للشباب في تحقيق حالة حوارية حضارية متفردة، ثم ما لبثت وتحولت إلى فكرة قابلة للتعميم وللعولمة. نتابع هذا الجزء من كلمة الرئيس في افتتاح الملتقى العربي الإفريقي في أسوان. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اسمحوا لي قبل ما نبدأ الكلمة أن أنا أدعوكم جميعا للوقوف حدادا وتكريما لأرواح الحادث أو الواقعة المؤلمة اللي حدثت في نيوزيلندا، واسمحوا لي باسمكم جميعا إن احنا ندين هذه الحادثة الإرهابية إدانة بكل ما لدينا من قيم ومبادئ وإنسانية، و نقول من هنا من مصر من أسوان نحن ضد كل التطرف وضد كل الإرهاب، وبنقول من هنا من أسوان ومن مصر ومن أفريقيا إن احنا نشجب نقاوم نرفض كل عمل إرهابي جبان ضد الإنسانية. تفضلوا استريح. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أبنائي وبناتي من شباب منطقتنا العربية وقارتنا الإفريقية، السيدات والسادة، أستهل حديثي بتوجيه تحية محبة وسلام من أرض صعيدي مصر الطيبة إليكم جميعا وإلى كل العالم، وأرحب بكم في وطنكم مصر. مصر نقطة انطلاق التي تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. السيدات والسادة، شبابنا الحالم بالمستقبل لا يخفى على أحد حجم التحديات التي تواجهها الإنسانية، وذلك الانتشار غير المسبوق للصراعات والنزاعات التي خلفت حجما من الدمار والتخريب لم يشهد التاريخ مثله، وأصبحت مشاهد اللاجئين معتادة وصوت صرخات الأطفال والثكالى جزءا من حياتنا اليومية. وللأسف فقد كان نصيب منطقتنا العربية وقارتنا الإفريقية
من هذه الصراعات ومن هذا التدمير هو النصيب الأكبر بلا منازع، وأصبحنا نسكن إقليما أرهقته صراعات الحاضر التي تكاد تعصف بمستقبله وتمحو ماضيه. ونحن بصدد مواجهة هذه التحديات المعاصرة والتي تسعى لإعلاء النعرات الطائفية والأيديولوجية، فإننا في مصر قد وضعنا شبابنا على أولوية الفئات التي تحظى بالاهتمام والرعاية من أجل مستقبل بلا صراع. ولقد نجحنا في خلق مساحة مشتركة نجتمع فيها وندير فيها اختلافنا بشكل حضاري، ونحقق تواصلا فاعلا ومستمرا فيما بيننا. وقد نجحت المؤتمرات الوطنية للشباب في تحقيق حالة حوارية حضارية متفردة، ثم ما لبثت وتحولت إلى فكرة قابلة للتعميم والعولمة، فانطلق منتدى شباب العالم وليدا من بنات أفكار شباب مصر ليكون منصة حوار بين شباب العالم بكل تنوعهم واختلافهم. واليوم نحن بصدد حضور انطلاق نسخة جديدة من منتجات مؤتمرات الشباب المصرية، حيث يلتقي على أرض مصر ووسط شبابها شباب من أبناء دولنا العربية الشقيقة وقارة إفريقيا الواعدة، ليتحاوروا ويتناقشوا ويتبادلوا الرؤى في تناغم مميز رائع على أرض مصر وعلى ضفاف نيلها الخالد. سنتحاور باحثين عن الغد الواعد، متطلعين إلى مستقبل عنوانه السلام والمحبة، متمنين عالما بلا صراع أو نزاع. وصدقا أحدثكم أن الأمل معقود على عزيمة شبابنا في تجاوز التحديات المحيطة بدولنا العربية والإفريقية، وهم بحماسهم ونقائهم سيكونون الرقم الفاعل في معادلة بناء المستقبل. السيدات والسادة الحضور الكريم، أهلا بكم جميعا في مصر السلام والتنمية، مصر الملتقى التي ينبع من قلوب أهلها الخير للعالمين، مصر التي تعتز بانتمائها الإفريقي والعربي والسعية دوما لتعزيز أواصر وروابط الأخاء والتعاون مع كل أشقائها. مصر مبتدأ التاريخ ومنتهاه، مصر التي أراد أبناؤها لها السلام فقاتلوا من أجله، وأرادوا لها التنمية والاستقرار فعقدوا العزم على العمل. وبثقتي في عزائم شباب مصر وبفخر بذلك التنوع وتلك العيون الشابة الناظرة للغد، وبإيماني بحماس الشباب وقدراتهم، أفتتح على بركة الله النسخة الأولى من ملتقى الشباب العربي والإفريقي. يحيى شباب مصر. يحيى شباب العرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكلمة كاملة في ملتقى الشباب العربي الإفريقي. وهذا الملتقى به العديد من الضيوف اللي بنرحب بيهم في مصر وفي أسوان تحديدا التي تحتضن هذا الملتقى العربي الإفريقي. وفي ضيوفنا الكرام موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،
الذي كانت له كلمة يتحدث فيها عن دور مصر، وقال إن مصر لها الدور الأكبر في تطوير الأجندة الإفريقية لبناء السلام والتنمية، وتوليها رئاسة وتوليها لرئاسة الاتحاد الإفريقي الذي يأتي في ظرف تاريخي، لذا فإن الدول الإفريقية تحمل أملا كبيرا في رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقي. موسى فقيه أكد أيضا في الكلمة أن الشباب الإفريقي يواجه تحديات لمخاطر الهجرة والإرهاب والشذوذ الفكري والديني. نتابع هذا الجزء من كلمة موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. أتقدم مرة أخرى بأحر التهاني والتمنيات بالنجاح لكم سيادة الرئيس وأخي العزيز بمناسبة توليكم للرئاسة الدورية لمنظمتنا الغارية. إننا معتزون بتاريخ مصر المجيد وفخورون بإضافات مصر للحضارة الإنسانية، كما لا بد لي وأنا في أسوان حيث يروي النيل أواصر إفريقيا من الإشادة بدور مصر في وضع الثوابت المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية جدة الاتحاد الإفريقي الراهن. إن توليكم لرئاسة منظمتنا يأتي في ظرف تاريخي متميز، لقد قطعنا أشواطا كبيرة في بناء اندماج القارة من خلال مشاريع استراتيجية ذات أثر بعيد، فالمصادقة على منطقة التجارة الحرة في القارة وبروتوكول حرية التنقل وإقامة السوق الموحدة للنقل الجوي لهي أسس قوية لدفع الاندماج الإفريقي الذي يشكل بعد تحرير القارة من الاستعمار والتمييز العنصري حلمنا وتطلعنا الأسمى. إذن ملفات عدة موجودة وحاضرة في كلمة موسى فقيه التي تابعنا منها هذا الجزء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأيضا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تابعناها بالكامل، الكلمة التي افتتحها بها الرئيس الملتقى وجلسات الملتقى التي تتضمن الكثير من المناقشات والحوارات اللي بيشارك فيها الشباب العربي والأفريقي ويلتقون جميعا في دائرة كبيرة في هذا الملتقى، يتناولون فيها كافة المشكلات والتحديات اللي بتمر بها الدول العربية والإفريقية، ويضعون أيضا الرؤى ويضعون أيضا الأفكار وكل ما يتابعونه عن قرب والحياة التي يعيشها الشباب العربي والأفريقي في أسوان. هنتابع مع حضراتكم النقاشات المطروحة والموجودة في أجندة عمل هذا الملتقى، ملتقى الشباب العربي والأفريقي. وهناك الكثير من الضيوف زي ما بدأت الحديث وقلت بتحتضنهم أسوان ضيوف هذا الملتقى من المسؤولين، من الوزراء الشباب، من أيضا الشباب اللي بينتمي لأحزاب عدة في الدول العربية والدول الإفريقية، وجوه بارزة وأسماء لامعة أيضا من الشباب استطاعت أنها تحقق نجاحات واستطاعت أن تتميز في مجالات مختلفة ومتعددة. هيكونوا ضيوفنا كذلك من خلال وجودهم مع زمايلنا، وببدأ بالزميل عزت إبراهيم مراسل إكسترا نيوز موجود دلوقتي في أسوان. وإبراهيم عزت دلوقتي جاهز مع ضيفه وضيفنا على الهواء مباشرة، الأستاذ أحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين.
إلى أن يتم التواصل مع زميلنا، هيكون معانا ومعاه ضيفه أيضا وعدد أيضا من البنود واللقطات الهامة اللي قدر أنه هو يرصدها لينا بعد قليل. خلينا نتابع كلمة سارة آن يانج، مفوضية الموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي، اللي تحدثت فيها عن أهمية هذا الملتقى في التعليم وفي عدة مجالات أخرى هيشترك فيها الشباب العربي والأفريقي في فعاليات هذا الملتقى. نتابع هذا الجزء من كلمة سارة آن يانج، مفوضية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي. Your Excellency. فخامة الرئيس، سيادة الرئيس الشاب عبد الفتاح السيسي، الرئيس ذو الالتزام المتميز للشباب الذي لا يمكن أن يشك به أحد، سيادة الرئيس رئيس الاتحاد الأفريقي الرجل المتميز ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فقيه، أصحاب السعادة الوزراء، السيد والسادة الضيوف الكرام، وطبعا شباب أفريقيا الذين نسمع أصواتهم جميعا اليوم، أحييكم جميعا. نعم حان وقت أفريقيا، نعم حان وقت أن نتحرك إلى الأمام وأن ندفع قدما بأجندة 2063 بأفريقيا تعمها السلام ولها مهارات، وهذه الأجندة لن تتحقق إلا إذا أعطي شباب أفريقيا مكانتهم الصحيحة للاشتراك ولإعطائهم الفرصة لكي يحققوا أفريقيا التي نريدها. إن تطلعات رقم 6 لأجندة 2063 تدعو إلى أفريقيا تعتمد على التنمية التي تعتمد على إمكانات شبابها الرجال والنساء واحترام الجميع وخاصة الأطفال. إن الشباب بالطبع يتمثلون في العديد من القرارات، التعليم حق أساسي وكل شاب في أفريقيا يستحق تعليم ذو جودة، واتساقا مع ذلك فإن المفوضية الأفريقية خرجت بثلاثة استراتيجيات لتنمية أفريقيا. أولا استراتيجية أفريقيا القارية، وأيضا استراتيجية وسياسة التعليم لأفريقيا، وأيضا السياسة الخاصة البرنامج الخاص بالتعليم المهني والفني لأفريقيا. السيدات والسادة، إن تحقيق إمكانات أفريقيا وتطلعاتها تعتمد على الاستثمارات التي تقام الآن نحو تنمية الأطفال الأفارقة ليكونوا شباب، لأن الغدو ملك هؤلاء. وبالتالي فإن الاتحاد الأفريقي يضع في مقدمة أولوياته الابتكار في التعليم والتعليم ذو الجودة العالية في أفريقيا كما ذكرت من قبل، وأيضا كجزء من جهود الاتحاد الأفريقي لتمكين الشباب، فقد قام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتعيين مبعوثة للشباب الأفريقية السيدة آية أشبيني، وأيضا قامت بإنشاء المجلس الاستشاري للشباب في عام 2019، وأيضا في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ العام الماضي. واليوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سوف يقوم باستضافة منتدى وتجمع في أبريل عام 2019 للشباب في أديس أبابا. إذن في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 أكيد في ملفات كثيرة قوية وحاضرة ومشتركة أيضا في فعاليات هذا الملتقى، وكانت واضحة في كلمات كذلك كل الحضور ومن تحدث في الملتقى في مستهل فعاليات هذا الملتقى يتقدمهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ضيوفنا
هيكونوا معانا وهنتابع ايضا معاهم اجنده العمل، خاصه انه في ورش عمل، في طاولات مستديره للنقاش في فعاليات هذا الملتقى، في حديث سيضم الشباب العربي والافريقي وكذلك صناع القرار. وهنتابع ده عن قرب مع حضراتكم. برحب بزميلي، استعد الان للتواجد معانا عبر الصوت والصوت من أسوان، إبراهيم عزت. أهلا بك في هنا العاصمة. إبراهيم عزت معاه ضيوف الملتقى، الأستاذ أحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأستاذ هيثم عواد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. إبراهيم تفضل، ويعني كل التقدير لضيوف الملتقى وضيوفك الآن على الهواء، الصوت والصورة معك. مساء الخير ريهام، مساء الخير مشاهدينا الكرام. إن كنا نتحدث في برنامج هنا العاصمة، ولكننا هنا في عاصمة جديدة هي عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الإفريقي. كما تابعنا بالتأكيد ومنذ قليل كنت بسمع التقرير اللي حضراتكم يعني قمتوا بإذاعتها من الحفل الافتتاحي الذي ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار تقلد مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكان هناك عدد كبير من الشباب العربي والإفريقي، وتابعنا أيضا رد فعلهم خلال هذه الاحتفالية. هنا في هذه اللقاءات الخاصة لهنا العاصمة نتابع معكم مشاهدين الكرام مع هذه النماذج، ربما نماذج شبابية تشارك في هذا الملتقى العربي الإفريقي الذي سينطلق غدا إن شاء الله. ولكن دعونا أن نرحب بداية مع ضيفي العزيز، مع الأستاذ أحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك سينضم إلينا لاحقا على الهواء مباشرة أستاذ هيثم عواد. برحب بحضرتك، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، مساء الخير، كله تمام زي الفل. تابعت طبعا الاحتفالية اللي ترأسها وشهدها السيد الرئيس. خلينا نبدأ كلامنا كده مع حضرتك، أبرز ما لفت نظرك في هذه الاحتفالية وإزاي شفتها من كلمات لرؤساء في الاتحاد الإفريقي، وكذلك الجانب الفني اللي كان ليه طابع خاص جدا في هذه الاحتفالية. أبرز الحاجات اللي لفتت نظري في الاحتفالية المكان، اختيار المكان طبعا، اختيار مدينة أسوان اللي بتقع على ضفاف نهر النيل اللي بيربط الوطن العربي بالقارة الأفريقية، وده بيأكد على مكانة مصر ما بين في الربط ما بين الوطن العربي وأفريقيا. الحفل كان هقول ممتع، شكله محترم، كلنا فخورين بيه، لأن الكلمات اللي اتقالت فيه سواء من السيد أعضاء الاتحاد الأفريقي أو من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت كلها آمال وطموحات في انتظار ان يبقى في طفره في الاتحاد الافريقي برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان يبقى في دفعه اكبر لاستغلال افضل لموارد القاره، اعطاء قوه اكبر لشباب قاره افريقيا اللي تعداد سكانها بيصل ل 50% من الشباب، على مستويات بقى الدعم المالي والتعليم والصحه وتمكين طاقتهم. لكن قبل الهوا كنت بدردش كده مع حضرتك حول فعاليات الملتقى ان شاء الله اللي هينطلق غدا في الجلسه الافتتاحيه الساعه 10، وحضرتك يعني نموذج مصري مشارك في الملتقى العربي الافريقي، وايضا مشارك في احدى الجلسات الهامه جدا في صناع رواد الاعمال في العالم العربي والافريقي. هل ممكن تطلعني يا استاذ احمد عن تفاصيل هذه الجلسه وربما ابرز ما سياتي في طاوله الحوار ان شاء الله غدا؟ بالفعل ان شاء الله بكره مشارك في ورشه عمل كيف تصبح رائد اعمال ناجح. ابرز المحاور اللي نتناولها كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، خصوصا انا مشارك فيها عن حزب المصريين الاحرار، ان التحديات اللي بتواجه الشباب علشان يبقى رائد عمل ناجح، سواء على مستوى التفكير والتعليم والابداع، ايه هي موانع الابداع سواء على المستوى الفردي او على مستوى الحكومات نفسها، علشان نكسر موانع الابداع دي ونطلق طاقات الابداعيه للشباب بحيث ان هم يقدروا يخرجوا بابتكارات اكبر، يعملوا شركات ناجحه. على المستوى الاخر هنستعرض في ورشه العمل دي اهم ثلاث نماذج موجوده لرواد الاعمال، تعريف رواد الاعمال كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، هنطرح بعد جديد لرياده الاعمال، وهي
ريادة الأعمال المؤسسية اللي فيها حاجة أكبر لوطننا العربي وأفريقيا. يعني رائد الأعمال المؤسسي هو مش رائد أعمال حر، هو بيشتغل جوه مؤسسة بيحاول ينتج منتج جديد ويفكر بره الصندوق. ولو كنا بنفكر فعلا ليه بنهتم بتولي الشباب، ليه اعداد صف تاني لتولي القياده، يبقى لازم نبص ليه جوه مؤسساتنا مين النماذج اللي لازم تاخد دعم وتعليم اكبر وتدريب اكبر بحيث انها تقود شركاتها ومؤسساتها لابعاد جديده. اكيد ستكون من ابرز الجلسات اللي هتكون على مدار المؤتمر ان شاء الله واللي هيبدا غدا. اخيرا بصوره عامه عن منتدى شباب العالم او مؤتمرات الشباب، هي بالتاكيد يمكن مشاهدينا بيتابعونا في تغطياتنا المستمره بدايه من اكتوبر 2015 المبادره الرئاسيه للمؤتمر الوطني الاول للشباب ونسخ عديده منه بالتاكيد دعوه لشباب العالم، وتم عقد نسختين من منتدى شباب العالم حتى شمل ايضا شباب افريقيا بشكل خاص، ده بقى ليهم يعني ملتقى عربي افريقي خاص. ازاي بتشوف تطور فكره منتدى شباب العالم او مؤتمرات الشباب التي بدات بفكره محليه لشباب مصر تمت دعوه شباب العالم ومن ثم ايضا بصوره اكبر مع رئاسه مصر الاتحاد الافريقي للشباب العربي والافريقي؟ مؤتمرات الشباب ابتدت كوسيله ومكان الشباب بيتواصلوا فيه مع المسؤولين واثبتت نجاحها، تطورت واصبحت وسيله للشباب على مستوى العالم بيتواصلوا فيه مع المسؤولين برضو من مستوى العالم علشان نشوف بكره احسن، عشان نشوف بكره بشكل نماذجنا الحلوة تتطبق على أو أحلامنا تتطبق على أرض الواقع. النهاردة وصل الموضوع أن لا إحنا كمان بنتكلم على السنة دي، أحس أنها سنة أفريقيا في مصر. أنت عندك الملتقى الشباب العربي الأفريقي، عن بطولة كأس الأمم الأفريقية، تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، فكل الاهتمام ده بأفريقيا كان لازم برضو يكون له تواجد مع أفريقيا بحيث أن مصر بتستعيد بقوة ريادتها على القارة الأفريقية ومكانتها الطبيعية، تنقل خبراتها وطاقتها علشان يبقى فيه، ونحط ايدينا في ايدين بعض علشان يبقى فيه تنمية افضل للقارة كلها ان شاء الله. بتمنى لك التوفيق ان شاء الله في جلسة بكرة، شرفتنا على شاشة سي بي سي. شكرا جزيلا. اشكرك. اذا مشاهدينا الكرام ما زلنا مستمرين معكم، زميلتي ريهام من هنا من عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الأفريقية. انا برحب بحضرتك، اهلا وسهلا استاذ هيثم عواد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بك. ما هي هذه التنسيقية ربما، وما هي الاهداف اللي حضراتكم بتشتغلوا عليها خلال هذه الفترة؟ التنسيقية هي كيان بيجمع حاليا 25 حزب سياسي ومجموعة من شباب السياسيين. الهدف منها هو خلق حالة حوار حقيقي بين هذه الأطياف المختلفة من الأيديولوجيات والأفكار، بيتم طرح قضايا داخل التنسيقية والنقاش حولها ومحاولة الوصول لصيغة والخروج بحلول لبعض المشاكل وبعض الأمور التي تطرح بالتوافق بين هذه الأحزاب. بالتأكيد ملتقى عربي إفريقي لأول مرة بيقام هنا في عاصمة الشباب الأفريقي هنا في أسوان، وهناك عدد من الآمال من الشباب العربي والإفريقي. ربما ما هي الأهداف أو ما هي النتائج التي تتمقد عن هذا المؤتمر التي تتمنون إن شاء الله أنها يتم إخراج هذه النتائج من هذا الملتقى الذي سيبدأ غدا إن شاء الله؟ المحاور المطروحة في الملتقى محاور مهمة جدا، مشتركين فيها باسم التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصفتي ممثلا للحزب الناصري مشترك في محور، وأعتقد أنه من أهم المحاور المطروحة ممر وادي النيل بوصفه محور لتلقي التلقي العربي الأفريقي، ووجودنا داخل الملتقى لطرح أوراق من خلال تمثيلنا للتنسيقية في الوصول لنتائج من خلال ريادة الأعمال زي ما ذكر زميلي أحمد من شوية، ووصول بداية عهد جديد لمصر في تسلم أوراق
الاتحاد الافريقي والرجوع مره اخرى للمد الافريقي، لان لاحظنا النهارده وخاصه في بعض الحوارات مع الشباب الافريقي انه الكل متشوق لرجوع مصر تاني لحضن افريقيا بعد غياب سنين طويله ادت الى نتائج كبيره جدا، نتائج وخسائر بنعاني منها الان. النهارده عندنا مشاكل كبيره جدا داخل افريقيا، عندنا مشكله الامن الغذائي اللي احنا بنحاول نوصل فيها لحلول، عندنا مشاكل المياه. داخل هذه المحاور نتمنى أن نصل فيها لنتائج تؤهلنا إن شاء الله للعودة إلى حضن أفريقيا من تاني وعودة مصر للرياضة الأفريقية من جديد. الله مزيد من التوفيق في فعاليات هذا الملتقى الذي سيبدأ غدا. وعلى كل حال أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا على شاشة قناة سي بي سي وهنا العاصمة. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام كنا مع حضراتكم في هذه اللقاءات الخاصة التي تأتيكم من عاصمة الثقافة والشباب الأفريقي هنا مدينة أسوان هذه العاصمة. نعود مرة أخرى للعاصمة المصرية والزميلة العزيزة ريهام، إليك ريهام. شكرا إبراهيم عزت، شكرا لضيوفك الكرام أستاذ أحمد مشعل وأستاذ هيثم عواد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا على المتابعة وإلقاء الضوء على أهم مجريات الأمور في بداية ملتقى الشباب العربي والأفريقي من أسوان. أكيد كمان هيكون في جولات سياحية لكل الضيوف لأنهم في أحلى الأماكن في مصر، أسوان الجميلة الساحرة اللي بتمتلك طبيعة رائعة، وبالتأكيد هيكون هناك دعم للقطاع السياحي من خلال هذه الجولات اللي هيتم تنظيمها لضيوف ملتقى الشباب العربي والأفريقي، وده أكيد بجانب الفعاليات اللي بتضم حوار مفتوح على ضفاف النيل بين مختلف الشباب اللي بينضموا لهذا الملتقى، وفي نفس الوقت هيكون معاهم عدد كبير من المسؤولين ومن صناع القرار. ملفات كثيرة ستطرح وستكون موجودة وحاضرة، خاصة وأن الحاضر يستغيث بالرغم من هذه النظرة للمستقبل بشكل مشرق ومتحمس. كما ذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك الكثير من التحديات في الوقت الراهن بيتم العمل لتجاوزها وللوقوف على حل هذه الملفات والقضايا اللي بتكتزها المنطقة العربية وأيضا القارة الإفريقية. حنتحدث عنها بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. إذن انطلق الملتقى ملتقى الشباب العربي والأفريقي من أسوان من عاصمة الشباب، والحقيقة أن هذا الملتقى هو واحدة من منتجات ومنصات منتدى شباب العالم اللي عقد في شرم الشيخ، وتم الإعلان عن هذا الملتقى العربي الأفريقي خلال فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ من قبل طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان في كمان احتفالية تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي، هذه الاحتفالية كانت في ملتقى الشباب في أسوان. هذا الملتقى بيضم عدد كبير جدا من الشباب، ما يقرب من 1500 من الشباب من افكار ومن جنسيات ومن ايضا احداث وظروف مختلفة، ولكنهم التقوا جميعا في دائرة حوار كبيرة على ضفاف النيل في أسوان، بيتحدثوا عن التحديات، عن العقبات، عن المشكلات اللي بيواجهوها في أوطانهم، وفي نفس الوقت هناك ما هو مشترك ما بينهم من هذه التحديات. ملفات كثيرة كانت واضحة في كلمات أصحاب الكلمة في ملتقى شباب أسوان، وتحديدا في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هذه الملفات طبعا ملف الإرهاب والطائفية، وتحديدا الأحداث الأخيرة اللي كانت في نيوزيلندا كانت لها مساحة في كلمة الرئيس أيضا، حيث بدأ الكلمة واستهلها بدقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي في نيوزيلندا. بينضم لينا للحديث عن أجندة عمل هذا الملتقى وأهمية هذا الملتقى في
هذا التوقيت أيضا الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان عبر هذا الاتصال الهاتفي. برحب بحضرتك يا دكتور، وكل التقدير والتوفيق أيضا، وإن شاء الله يكون ملتقى يعني بيحقق المرجو منه والهدف أيضا منه. دكتور أحمد، كيف يبدو الملتقى في بدايته وأهم أنشطة هذا الملتقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا برحب بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا ونورت أسوان. في الحقيقة زي ما ذكرت حضرتك انطلق اليوم الساعة 6 مساء اللي هو حفل بداية منتدى الشباب العربي الإفريقي، وكان بداية رائعة وعظيمة بحضور شباب من كل معظم الدول العربية والدول الأفريقية الشقيقة، وكان يعني حضور طبعا ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين والوزراء والوفود المشاركة من جميع الدول. كانت كلمات رقيقة ورائعة وكلها بتعظم من دور مصر، وسعيدة بريادة مصر وعودة ريادة مصر للاتحاد الأفريقي بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي معظم الكلمات كانت بتحسه على أنه يعني دي فرحة للعودة مصر لريادتها، وهناك متطلبات عديدة في مجالات كثيرة تخص الشباب الأفريقي والعربي. نحن وقيادة الرئيس إن شاء الله هم في أجندة أولوياته للمساعدة في حلها، ده للارتقاء بشعوبنا وأممنا العظيمة اللي هي أساسا تحتوي على موارد عظيمة محتاجة أنها يعني يحصلها استغلال وتقال في العديد من نسب معظم الموارد القوية بتمتلكها أفريقيا، بس عايزة حسن الإدارة وتعظيمها، وبالتالي تكون يعني فعلا فعلا كان شعار المؤتمر الآن حان وقت أفريقيا، حان وقت أفريقيا، حان وقت أفريقيا. دكتور، يعني هناك نقاشات وجلسات وورش عمل في فعاليات الملتقى، ممكن ناخد فكرة عن أهمها، عن العناوين اللي بتحملها هذه الجلسات؟ إن شاء الله تبدأ فعاليات الافتتاح في 10 من صباح الغد وتستمر حتى نهاية اليوم بجلسات افتتاحية، بحلقات نقاشية، بورش عمل في موضوعات خاصة بريادة الشباب الأفريقي وريادة الأعمال، بحث العلم ودوره في إدارة الموارد، في حضرتك كيفية اللي هو التجمع والاتحاد من أجل إن احنا يحصل تكامل بيننا وبين بعضنا. كل دولة وكل شعب يمتلك العديد من الموارد، وتكاملها وتجمعها هيكون مفيد في الاتجاه الصحيح إن شاء الله. إن شاء الله. أسوان بلد الجمال والطبيعة، مهتم أعرف إزاي ممكن يكون في دعم للسياحة المصرية من خلال هذا الحضور من مختلف الدول العربية والإفريقية، يعني أكيد هيتم استثماره. طبعا يا فندم، هو منذ أعلن فخامة الرئيس السيسي أن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي العام 2019، كان قبلها أعلن فخامته برضه أن أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد لإفريقيا. هذا العام تحديدا سيادتك نحن نشهد موسم سياحي عظيم ما حدثش من 6-7 سنوات، لدرجة أن حاليا هناك أزمة في أسوان أنك تجدي مكان في فندق أو تيجي تذكرة في رحلة للطائرة، وبالتالي الحمد لله ده نعمة كثيرة وفضل كثير من ربنا أنعم فيه على أسوان. بلد عظيمة، بلد سياحية من الدرجة الأولى، مهد الحضارة، منتقى ثقافات على نهر النيل الكلب، أهلها والأضواء على أسوان أكيد النهاردة. بشكرك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على وجودك معنا وعلى التوضيح، شكرا جزيلا لحضرتك.
ألقى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كلمة في ملتقى الشباب العربي والأفريقي، أعرب خلال الكلمة عن سعادته باستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية القادمة، وأكد أن دور الشباب مهم جدا في مجال الكرة الأفريقية، وأن الاتحاد بيوفر العديد من الإمكانات للشباب الأفارقة في مجال كرة القدم. نتابع هذا الجزء من الكلمة. أود أن أشكر الحكومة المصرية أن يشارك شباب أفارقة الإدارة في الكاف لتقوية وتعزيزها، شكرا لهذا التسامح وهذا القبول. لعلكم تتفقون معي أن اليوم خاصة في قارتنا فإن كرة القدم أصبحت مدرسة للحياة، مثلها مثل الجامعات الكبرى والمؤسسات الكبرى، والدليل على ذلك فإن كرة القدم قد سمحت بازدهار قامة العديد من الرجال والسيدات في العالم، ولعلي أذكر فقط كمثال لدينا اليوم في إفريقيا رئيس دولة السيد جورج أويا الذي خرج من عالم كرة القدم. لدينا رجال يعملون في القطاع الخاص مثل ديدييه روجبا الذي هو الآن في المعاش ويعمل في مجال الأعمال على مستوى القارة، والعديد من الأسماء الأخرى التي لن أتمكن من ذكرها اليوم. إنني أجدد مرة أخرى هذا اليوم أمام هذا الشباب الحاضر هنا إن اعتراف اتحاد كرة القدم الإفريقي وامتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لالتزامه الشخصي لاستضافته على أرض مصر كأس الأمم الإفريقية الأولى ب24 فريقا. إنه تحد كبير سيدي الرئيس، ولكم كل الشكر على ذلك، ونحن متأكدون إنها ستكون احتفالا كبيرا للشباب الإفريقي، خاصة لأنه لتواكب الظروف والتاريخ، والتاريخ يعيد نفسه، فإن الدولة التي حصلت على أكبر عدد من بطولات كأس الأمم الأفريقية هي الأولى التي تستقبل مسابقة كرة القدم من 24 فريق تحت قيادة رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، وأفضل لاعب في أفريقيا اليوم هو لاعب مصري. كل هذا يؤكد ويطمئننا ويعطينا الثقة بأن المولى سبحانه وتعالى سيساعدنا على أن ننظم بنجاح على أرض مصر كأس الأمم الأفريقية الأولى المكونة من 24 فريقا. الحقيقة أنه أهمية هذا الملتقى في أنه الحدث الأهم اللي بيجمع المنطقتين العربية والإفريقية، لأن هناك الكثير من التاريخ الذي يجمع المنطقة العربية والإفريقية، وبالتالي التحاور والتواجد وأيضا صياغة الرؤى للشباب في المنطقة العربية والإفريقية مطلوبة في التوقيت الحالي، لأن أيضا الظروف تجمعهم كذلك كما يجمعهم التاريخ. بينضم لينا عبر هذا الاتصال الهاتفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. برحب بحضرتك يا أستاذ عماد. والملتقى في أسوان، ملتقى الشباب كمنصة لمنتدى شباب شرم الشيخ، ما هو تأثيره في رأيك ووقعه على الحياة السياسية؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أظن في مشهد أحكي لحضرتك كده بسرعة النهاردة في الغداء قبل بداية المؤتمر بأقل من ساعتين، كان في مائدة موجود عليها شباب من تونس والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر، الناس قاعدين يتكلموا ويتحاوروا ويتكلموا في مواضيع كتيرة جدا، من أول ريادة الأعمال
لمين الافضل، محمد صلاح ولا ساديو ماني؟ التواصل ده في حد ذاته ده شيء في منتهى الاهميه، كنا بنفتقده لفتره طويله جدا. احنا ادرنا ظهرنا لافريقيا فتره طويله وهم اداروا لينا ظهرهم، وبقى فيه خناقات ومشاكل على حوض النيل وعلى حاجات كتيره جدا. بدانا نعود لافريقيا من حوالي 5 سنوات لحد ما وصلنا لهذه النقطه المتقدمه والجيده، ان الناس بيقعدوا مع بعض، الشباب بيتكلموا في حاجات كتيره جدا من الاقتصاد للكوره. دي بدايه في غايه الاهميه، تقدري تبني عليها حاجات كتيره جدا، ان احنا بدانا نقعد مع بعض، ما يبقاش فيه شكوك، بدانا نسمع بعض، يبقى فيه كلام عن تعاون، يبقى فيه كلام حوالين مشروعات محدده زي تبادل التكنولوجيا، رياده الاعمال، التعاون الاقتصادي في اكثر من مجال من مجالات التعاون المختلفه. فاللي حصل النهارده، البدايه بتاعت النهارده هي استكمال للي حصل، البدايه اللي حصلت في شرم الشيخ قبل شهور، واتمنى ان هي تتواصل ولا تقتصر فقط على فكره المؤتمر الشباب. المؤتمر الشباب في حد ذاته فكره جيده، لكن احنا محتاجين يبقى فيه حاجات محدده، بمعنى ان احنا بنتكلم على مثلا رجال اعمال بيعملوا مشروعات محدده يعلن عنها، تدريب على مثلا حاجات خاصه بالتكنولوجيا. فيه النقطة في غاية الأهمية أثارتها المتحدثة باسم القضية الأفريقية النهاردة لما اتكلمت على التعليم وتمكين المرأة. دي حاجات لو قدرنا نخلي نشبك القطاعات المختلفة ما بين مصر والدول الأفريقية والدول العربية والدول الأفريقية، أنا أظن هيكون قطعنا شوط طويل. طبعا الأمور ما اتحلتش 100%، يعني احنا ما خلص المشكلة ما انتهتش، دي بداية طريق طويل جدا، لانه كما تعلمين الغالبيه القاره الافريقيه تجارتها كلها مع اوروبا والصين والغرب عموما، ونفس الوضع احنا الدول العربيه. حجم التجاره والتعاون البيني بين الدول العربيه والافريقيه او بين مصر وافريقيا للاسف الشديد ما زال قليلا جدا جدا جدا. مثل هذه المنصات مهمتها ان هي تمهد الطريق وتبقى منصه لبدايه التعاون في حاجات كثيره جدا، بس التعاون ده مش هيجي قبل ما يكون فيه تفاهم وتواصل وحوار بين وانعاش العلاقات مره اخرى من خلال هذا الحضور لصنع قرار ومسؤولين ووزراء وشباب في مجالات عده ومختلفه من المنطقه العربيه والافريقيه. شكرا جزيلا استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق. فاصل قصير ونستكمل هذا اللقاء مع ضيوفنا في الملتقى من خلال الحوارات اللي بنجريها على الهواء مباشرة مع زملائنا اللي بيرصدوا لنا الصورة في أسوان الآن. ابقوا معنا. رسائل كثيرة بتنطلق من أسوان، بتنطلق من مصر، رسائل حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل هذا الملتقى، ملتقى الشباب العربي الإفريقي. ملفات كانت واضحة وحاضرة ومشتركة في أصحاب الكلمة في هذا الملتقى في أولى أيامه، وأجندة العمل والفعاليات تبدأ من الغد إن شاء الله، وبها الكثير من الجلسات والحوارات وورش العمل والكثير أيضا الذي سيتم رصده ومتابعته أولا بأول مع حضراتكم كحدث هام وبارز بيجمع المنطقتين العربية والإفريقية، المنطقتين اللي بيجمعهم أيضا التاريخ والظروف كذلك الراهنة والحالية. معنا للمزيد من التوضيح وللمزيد من المتابعة أيضا عن أهمية هذا الحدث الذي ينطلق من أسوان، المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات. برحب بحضرتك يا فندم، وببدأ مع حضرتك بالمبادرات التي ستنطلق أيضا من أسوان، هذه المبادرات الخاصة بعملية التدريب والتعليم للشباب اللي موجود الآن في أسوان، أكثر من 1500 شاب من المنطقة العربية والإفريقية. هناك أكيد تدريبات تقودها مصر ومبادرات أيضا، ناخد تفاصيل أكتر وأوضح عنها من خلال حضرتك. والحقيقة طبعا برحب بحضرتك، أهلا وشكرك على الاستضافة
هو طبعا بيننا وبين افريقيا جسور كثيره جدا جدا جدا. احنا طبعا بنحاول ان نزود القدره التعليميه والقدره التاهيليه للشباب العربي والافريقي. عندنا اكثر من مؤسسه في مصر بتدير عمليه التدريب لكافه السنين العمريه، حتى من الاطفال في برامج المبرمج الصغير، في برامج الذكاء الاصطناعي للكبار، في برامج استخدام احدث التكنولوجيات. عندنا تجربه بدات في التحول الرقمي من اول الالفينات، ونقدر ان احنا نشارك بيها الدول الافريقيه ويبقى عندنا نوع من التعاون الكامل. احنا بنشترك مع افريقيا في كثير من المشاكل وبنشترك فيها في الكثير من التحديات، وبالتالي الفكر المصري والشباب المصري والقدرات البشريه والقدرات الاكاديميه المفروض انها تنصهر في بوتقه واحده مع افريقيا لصالح القاره. وده طبعا بيتناسق مع دور مصر الريادي، وخصوصا السنه دي في رئاسه الاتحاد الافريقي. يعني أستاذ خالد، أهمية هذا الحدث اللي بيجمع الشباب واستثماره حاليا لصياغة رؤى، لصياغة أفكار للكثير من الملفات الهامة، خاصة ملف التعليم على سبيل المثال اللي كان أيضا يعني مطروحا في أول أيام الملتقى. هو طبعا يعني الفكره كلها ان في حلول كثيره جدا للتعليم وللصحه ولانفاذ القانون وفي مراحل البرامج الاجتماعيه، كل ده بنشترك فيه. عندنا مشروعات كثيره قوي هنقدر ان احنا نشتغل فيها مع بعض. احنا عندنا مثلا في مصر موضوع الرقم القومي، لما بنيجي نشرح الرقم القومي لافريقيا بيقولوا ان وجود رقم موحد للمواطن واستخدام البيانات، كل ده حاجات افريقيا بتتمناها. عندهم مشاكل في الحدود والدخول والخروج من الحدود، الحدود اللي زي عندنا الدول القريبه، عندهم الزراعه عايزه تكنولوجيا، عندهم الصحه عايزه تكنولوجيا، عندهم الدواء وتوزيع الدواء محتاج لشغل مع بعض. ففي حاجات كثيره قوي للتحدي المجتمعي اللي موجود عندنا وللتنميه. وفي نفس الوقت مصر طول عمرها سباقه التعاون مع افريقيا. صحيح، والتعاون مطلوب ايضا بناء على التاريخ اللي بيجمع المنطقه العربيه وبيجمع ايضا القاره السمراء معها، والظروف والمتغيرات اللي بتعيشها المنطقتين العربيه والافريقيه. شكرا جزيلا المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات. هترك حضراتكم مع البث المشترك من اسوان لقنوات سي بي سي وأون والحياة ودي ام سي لتغطية فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي من أسوان. شكرا جزيلا لكم.